بدور في تمام بزاد للمنية حمل سيف ولامة ودرع الحمية سرج مهر عازم يعوف الدنيا يخوض الملازم ونفسه أبيا قايد مهرة والبتار بيده جن الموت بشفافة نشيده يمشي والإبا موجب وريده والراية استراحت في زنوده قايد مهرة والبتار بيده جن الموت بشفافة نشيده يمشي والإبيك موجب وريده والراية استراحت في زنوده أبو اليم ما شافه وهلت دموعه وفارق ربيعه وقف صوب نادى يا بدر الطليعه تريد الشهاده يا تريد الشهاده اش عظمها الفجيعة اش عظمها الفجيعة تمشي برجلك وتقصد الى الماء تترك ليلة من بعدك وحيدة امك حيرة والقلب مفتوح ليش بهالفلق موتك تريده برجلك وتقصد الى الماء تترك ليلة من عندك وحيدة امك حايرة والقلب مفتون لا شبه الفرق موتك تريده ابو اليم ما شافه وهلت دموعه قمر عمر عافى وفارق ربيعه وقف صوب نادى يا بدر الطليعه تريد الشهاده اش عظمها الفجيعه تمشي برجلك وتقصد الى الماء تترك ليلة من بعدك وحيدة امك حايرة والقلب مفتوح ليش بهالفلق موتك تريده ليش بهالفلق موتك تريده بدور في تمامه بزاغ للمنية حمل سيف ولامة ودرع الحمية سرج مهر عازم
يخوض الملازم ونفسه أبي ونفسه أبي قايد مهره والمتار بيده كان الموت مش معافى نشيده يمشي والإبن يموج بوريده والرواية استرحت في زيوده تمشي برجلك وتقصد إلى الماء تترك ليلة من بعدك وحيدة أمك حايرة والقلب مفتوح ليش بهالفرح موتك تريده ليش بهالفرح موتك تريده ليش بهالفرح موتك تريده ناموس الفخر بدار شهر طاب للمعركة والقلب نار تشهد صارت وعزمة وثارت كنا حجر قام ينجر ناموس الفخر بدار شهر طاب للمعركة والقلب نار تشهد صارت عزمة وثارت كنا حدر حامي الجار كنا حدر حامي الجار الله هجم بالمعركة وفلن كتايبهم يفرهدهم لبن باكر ويرعبهم يبدد سلف الأرواح ويسلبهم من فيه ضد مهروم حيخفضهم هجم بالمعركة وفل الكتايبهم يفرهدهم لظى الباكر ويرعبهم يبدد سلف الأرواح ويسلبهم ومن فيه ضد مهروم من فيه ضد معروف حيخضبهم وادي كربلة صار الزلزلة وادي كربلة صار الزلزلة من هجمته للمنازل سئلوا بن سعد يوم اللي انفرد وسئلوا عن نباتر بن غانم وسئلوا عن نباتر وادي كربلة صار الزلزلة بس من هجمته على المنازل سئلوا بن سعد يوم الليل فرد وسئلوا عن بكر بن غانم هجم صوبة فلاها باركز رمحة وهالفارس من حصان هجم فوق أسد ضار وبدا يذبح وابو اليم اطمأن والمدمع يسحى وابو اليم اطمأن والمدمع يسحى بوعدي كربلاء صار الزلزلة بس من هجمته على الملازم عليه عليه وادي كربلة صار الزلزلة بس من هجمته لما نعتلت سئلوا بن سعد يوم الليل فرد سئلوا عن نبط وابن غانم هجم صوب فلاها باركز رمحة وهالفارس من حصانها وبجرحة هجم وقل يا مطمئن ويل مدمع يسحر